ورين في حال نمرك أبرامش كانوا كفر إن قصر وين لا قدومية هذا لذا مركز كوي توان كورا يكون دوين هذا لذا إفتن محبو يوسف جامع ورين في محبو بالنوبة يران هذا لذا إفتن حلا على أساسي يوجد له أساسي يوحى قطان بسم الله الرحمن الرحيم لما وحنا سلام يا دوين حفلة فضية رياش ديجانك قبلها مكتشرف كسمال سنترال ستيت لما انتظر محقو هذا مهد حسن ديني ودوباها انت سن سلامي يا سلام كبعدي وحان سلامي يا دمان عطك انت دقي سنة الشه او ادل انا قوكوها اللي مقع دلد افتن قدوميها مقع قدوميها دلد افتن كشق سوقوي وقل قدود وحان سولوين يا برنامج كان اد اي اد نوان اغفر احسن هاي وانا نقباهنين وانا سولوين يا انت سلامتي ماذا أنه وحنا هاي دلاد ديجان كان كشقيسة وكوبي طبعاً كأركم دوجي وحنا كشقينا أنه نبدا برنامج كنا بدنا آد يآد يآد السودويننا وحبا ذن وباهيه ومعرك برنامج كان أنا قبني بانقلبت أغفر حصلنا هاي سيد شرفت بذن وسهل كأنه السودويني أنه نبدا أن كشقينا جواه درس كان هاي إلا دجالات السكية أنت أي سعودين قبلوا وحي استاجي النبض إلهنا ونقول قولي قبلوا وحي تعليه النبض صوبت أعه وحد من يواويل الشودة وحد أوعم يواويل الشودة وحمارة وحواية وويل الشودة قبلوا وهاي هاي نمر والبوحي كشقي سان النبض أنا ومرك برنامج كان النبض وأنا كشقينا وأنا سود ويننا خاصة هم قبلها رير عاودوا وحي ديار ويهين النبض النبض وشيء وقالسا وسودويننا ونكشقيننا وحن كلا وآد يآد يآد سودويننا دذيع بدرس كنا لا ولا لها يا وحن الله ينهاي نبض ووح قارئه تتكديجان كنا لدجان نقل الشقية قبر كستمر كسوي شوكته أو سوماليا وما أنت يتو لبعت ذلك هو يكدع إس أركيسة وحن كعصنا نكون بنانكا وما أنت نجمعن وغربها شوكة إنه كفا إيديستان نبادة وإلا دالي لبكي بالغو دالي وحانو لأن قبر كسو صومالي ميل كسو يتشوكتو وإلا يمعاني نبادة سودوية ويلا شقوري كدقة ويلا شينا وحاوي ميل والبوء تشوكتو وحاد كبرار جسان إن آت كدقتان قوريقة ويل كمان تقوريقة قادية وقوريقة وانو يوانو كدالي لبوين بنو قيستي نبادة هال سودوية ويلا شايدة هادة دقمدة عاودة أخشوكة وحانو لأن nabad walaaliyal soo dhaweey anagu hooyooyinkiin baanahay wiilka dhimanaya anaga dhalay wiilka dhimanaya gabar buuqaba wiilka dhimanaya maxaan ku iraaday ishee gabar bulo walaaliyay walaaliyal qoriga anagu waanu diidnay nabad baan doonayna gabar kasta oo Soomaaliya gabdhaha qurbaha waxaanu ka rabnaa inay wiilasha yaryarka mid kasta ku soo baraarujiso wax barasho anaga hadda waxa noogu wax nabad la'aanta wax barasho la'aan ayadoo wax barashada aad iyo aad iyo aad dhinaca wax barashada aan galiidano dhinaca caafimaadka oo kale aan galiidano waxaan rajaynayna oo Ilaahayna ka bareyna gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta oo joogan aan ku baraarujinayna inay ka soo qayb galaan barnaamijka nabadda in waa tahay aan nabo adigu maasan su'aalaha soo qayb barnaamijka madama dad wadaagay dadku ay ku leeyihiin waana ku maasan tahay kaga madcelinayna runtii waxaad carabowday oo barnaamijka markaa diirada ku saartay ka jawaabistaada inta badan waxa meedaan nabadda inaad xoog saartay doorka marka haweenku daladiina gaar ahaan 19kan urur oo markaa ku midowday iftin oo maanta ay barnaamijka marti noogu ah iyo xubinta kale ee maarta cadar Soomaali Central State oo maanta ay maartay inuu maarta barnaamijka ku soo qaadanayno doorka marka haweenku ay nabadda ku leeyihiin gaar ahaan digmada Cadooga ogtahay digmada waxa ka jira haddaba marka door inteen la eegay haweenku ku leeyihiin nabadda wadanka deegaanka waxa ka jira digmada Cadooga waxa ka dhex jira waqooyi gobolka guud waxa ka jira alxamdulillah dadku nabad way haystaan oo hadda wax dhibaato kama jiraan laakiin marka la fiiriyo deegaanku sidoo ahaa iyo sidoo ahaan jiray sidoo imika yahay wada ka warqabtaan idinka marka dalad ahaan دور انتهينا لقيت كل هذه هين أو مركع كعيار تين أو كذا قناتين أنا ما دين كتير. دسوكم. أنا ما دين كتير واحد بدن يدلده كقبطي دلده واحد كقبطي هذا دين كمعمل ذا كتير معمل كي دين كتير
إلا هذا وحويان مقالة وحان كشقينا إن محاق دور انت اللي قيد كل دين أما كقالات هين نوضع دور وين بانو كاد محان كورادة كعيارني نوضع دور وين وانو كلان هاي وحانو كعيارني وحان لغي لكرين خرش كيق بانو كبحيني وحانو حوق يق بانو صارني وحانو كشقين الديغان كيق إن الحبد كدعين وحانو كشقين إن ولشود ولا لوبان وحانو كشقين كون مسؤوليات دنوهي إن سين نبت قليلة أو حياة أو شرف لأي مقالة كنا أولادا آد إي آد بان وحان أغعيارنا وحان اللي هلي كرنو دنيا دبت بقاري آد بوما سنتا ونقص الله يوانيا إن كان وحان مركاسي إن أينا كمدة دولاقة أو كقب قادة نيسا برهامش كان قفت من الله عنا وحاسن عون وكوها الليسا مركانا كمدة أرقى من نبو أو أيضا مركاسي نورفا عون نور حسن عول ايران او اوركا من نمو وركا انا كمل ادن لدى افتن وقومي طوانك او اورو مكاس مرتضو نوو واحد برامشكا نور برامشكا دوو ومغلي سمحبو ارايدي دي ايو مارتي وردعي دي اي برامشكا سدعوا مارتي هذا الشيء اما ديارد او اوصارتي نوو دا فكر انت اللي غيا مركاسي اما وحقيق بدلي سمحبو واتكا قبطا حقا نوو دا دوركو اي كل ايهين وحقا قبطكا ايو استاقا ديقان الوقوية قبلك الجديد ودارقته وحكا كيله استمرك على أذكار قبطه بسم الله الرحمن الرحيم أنا قلت أهلا يا أذكا دلد إفتن دلد إفتن وحي أهتك تهي ودلد كلي وكشفت ديقان مدى وقوية قبلك الجديد وحنا ودلد ووصر رسو وكاقا سدور كبدها أنا وحي أهتهي قبلد كل مر وقوية قبلك الجديد وكيل بك تهي قبلها بركة وحي كسعتها قلت لها صد لها وقيم البدن وحتك وأهدي لانك ودور الحال ذلك قاعدتنا بدا وخول قلت في عنك قشي وحان وقبان لي هدي أدني ودي سورا لي وأدى دمع سنتهاي وأنا أدشعز أدى إذا قبني إلى الله هو وحدة دولاك واصلية أما رأيي أنه قاعدنا مركة ما أعطى الله نصيبه يلا نصيب كيراس أنا كغفة إذي سرينا قبلها وحي كقاعدتين دور الحال وأدي أدى وفرحه أما وفعه waxay diideen in dadka la galo rogooda Israa'iil deegaanka dariska la inay dibaato u geystaan fadhiyo badan iyo madbaliyo badan baa la qaadan rag marka ay galayaan doorarka ay ka galayaan nabada deegaanka ugu xeer oodan iyo dowladda Soomaalida xataa ruuxeeda iyo shinaa doorto iyo dad wax dhiba ka jira waxaan aad u jecelahay inaan gaarno oo aan kala erino wax dhiba ku jira Soomaali ah Soomaalida aan aad u jecelahay Soomaalida aanu nahay oo Soomaalida afka Soomaalida aanu ku hadlayaa qabaha deegaanada kale iyo maxay taa halkay wax u gaarsiin qabaha Soomaaliyeed meel kasta jooga inay yihiin qabaha Soomaaliyeed oo wada baahan gudigood inaan ragen aan kala hadlo dhibaatooyinka waxa wax wada dhibaatooyinka waa ragga qabaha waxa jecel maslaxada maslaxada doorka aan ku leenahay waa ka hadda aan ku sheegayna nabad aan ka shaqeynaa nafad aan ka shaqeynaa wixii dhib ka jira deegaankaana xalinaa wax walba oo ay dadku qaban waayeen baan qabanaa waxa weey qabuhu waa ogtahay dhaqaalaha waddanka ayaga koo u aawan u ah markii Soomaaliya burburka ku dhacay gabdhaha ayaa heer hordhow weyn ka qaata ayaga ayaa u shaqeeya caruuraha ayaga u shaqeeya dadka dhaqaalaha weyn oo ugu faana oo rag ruuxiisu uu ku fadhiyo waxa keena gabdhaha oo waxay galaan suuqa waxay gadaan yaanyada waxay gadaan basasha waxay gadaan hilibka wax walba oo dadku u dhawaa xaqo daruuri gabdhaha ayaa u guntaday ولكن يجب ان يكون هناك اجراءات في المنطقه التي 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 يجب ان markaana ayaynu ku hadlaysaa magaca ururka Riswaab oo ka mid ah dalada markaas barnaamijka martida noogu ah ee dalada Iftin dheerad kooma haysay nuuro iyo muhiim oo ku horeysay gudoomiyaha dalada Iftin waxa arag ku dhufteen in ay maartay si weyn uga qayb qaateen nabadda isla markaana dumarku ama haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka waqooyi gobolka gaar ahaan haweenka degmada Cawda ee dalada Iftin markaas in ay yihiin laf dhabar مهم وقبل شده أنا كتب قاتين يعني أربعة نواضي وعي جلنت مركا مني على مركا لفيريو يعني أنا فكر أنت لا جايك قبطة حديث بينا عكلا عن كفير إنه واحد برا شدة عفماتك هر مركا يعني هم كقبطين ومخش قيس أيضا بسم الله الرحمن الرحيم وحن كقبلني
وحن هاي أنو لبرتا برشلة سوماليات هدان هاي قبلها دلبة إفتن وحن وحكا قبلنا عافماتك عافماتك وحا وككو بي هاي وانا دا فدا أشمالي ودن كهريي أنا دا كقرني وحوق نجي حوالهن الأيان وغن دي سني وحاويان مارك الدبال برسيادة يسيرا مغالية لغا وكلامك يسيسوه جهو وحن قاقب قاعدة ناسي آدي آد الحاد أوله وحن كبحنا حوالهن لغا وحن كبحنا فكر كلغا وحن أتاقن هاي إن أن كهر مرنين لبدا إيوه نوافدة ديغان كلغا آما ديغان مغا الصوماليات هاد إنتان كدارنا أو الدلوي أي كاركرته هديلا كنا وحن قاعد سنينا الدوينة يشاليدها يهايدها annagu waxaan nahay degmad gobolada ugu dambeeya Soomaaliya oo ugu xiga dhanka Itoobiya ma yihiin caafimaadka dhankiisa waan kaliyana waxaan ku codsanaynaa adduunaha iyo hadii la kulmayo hay'adaha caalamiga ah in ay nala soo gaaraan tababaro sida umulsooyinka waan u baahanahay in lala tababaro gabdhaha umulsooyinka si aan ugu baahan in la loogu qaado hadii la kulmayo gabdhaha laga loogu qaado gobolada kale waxaan kala codsanaynaa waxbarashada dhanka waxbarashada waan kaliyana waxaan ku xeeranahay dhanka Itoobiya oo aad looga baxo oo aan hadii la kulmayo aan macallimiinta iyo aan xaakim madaxweynaha iyo aan laamiyada iyo badda iyo aan lahayn baan ku xeeranahay jaaliyadaha wadanka u dhashay dadka wadanka u dhashay oo dibadda jira waxaan ku codsanaynaa sidoo kale inay sida aan u guntanahay ay noo guntadaan oo hadii la kuma deegaankooda u nooleeyaan oo dadka horumaray in loo raaciyaan baan ku codsanaynaa waxa soo haray nabadda waxaan jecel lahay deegaanada nagu xeeran oo degan dadka walaalahana inay iska ilaaliyaan xadgudubka nala qaataan nabadda anagu waxaan u gurtanahay nabadda haddaan nahay gabdhaha waqooyi galgaduud waxaan u dhintanahay nabadda soomaaliya meel kasta oo soomaaliya joogto waxaa ku dhintay wiilashanada waxaa ku dhintay odayaashanada waxaa ku dhintay walaalahana waxaan jecel lahay gabdhaha soomaaliyeed inay u guntadaan nabadda kana ciyaaraan deer qaali ah ayna kala badbaadiyaan ragooda sida annaguba aan u garanay ilaahay ha naga aqbalo bismillaahi raxmaan raxiim waa tahay taasi waxay ahayd dheeraad xaashimeer oo ayada markaasi ku hadlaysay ururka reswaaq oo ka mid a dalada ifton iminkii haatanna waxaanu markaasi ayana barnaamijka diyaar nooga ka qabaadanaysa gabadh lagu magacaabar jaamac xalane oo kamid ah waa xubin kamid ah ururka ama yidhaahda maamulka somali central state ee bartamaha soomaaliya oo bishii january aanu soo dhaafnay looga dhawaaqay gudaha degmada cawda adar kusoo dhawey barnaamijka waxaa tahay xubin muhiim ah markaasna marka laga soo kaco afarta xubnood ee dalada iftin ee ururada kala duwan ka socda waad ka duwan tahay waxaad kamid tahay haweenka soomaaliyeed haddana waxaad kamid tahay dadka markaasi ama qurba joogta ah ee soo garay deegaanka haddana waxaad huwan tahay ama aad kamid tahay maamulka bartamaha soomaaliya waa marka barnaamish waxaan rabnaa adar ka waran marka maamulkiina somali central state adoo ku hadlaya magaca soomaaliyeed haddana ururkiina ku hadlaya doorka haweenka ahaan markaa kaa weydiino nabada somali central state adoo fiirinaya iyo adoo fiirinaya haweenka waqooyiga gobolka galguduud degmada cawda door intee la-eg ayaad ku leedihiin xubin intee la-eg ayaad ku leedihiin ka qayb qaadasho hadday noqoto dhinac walba intee garsan bismillah waxaa mahad usoo naatay allaha subxaanahu wa tacaala ah gaar ahaan raadiyaha tvga iyo faysal tv mahad xasan diini dalada iftin iyo dhammaan guurtida maadaaba aan joogno guriga guurtida iyo meesha guriga dhammaan waxa weeyaan waad mahadsan tihiin aad baan ugu faraxsanahay inaa idan kala soo qayb galo deed wanaag waxay doodu garabta ahayd maxay ku saab maxaad ka qaadataan kaalinta haweenku ku leeyihiin nabadgelyada iyo caafimaadka horta sidaad u ogtahayba
مملهان سومالي سنترال ستيت بنت بدن ايه هولو بدن ايه كذقب قادم دونتا ان شاء الله بالم الله وكريم دينا حا هديتا نظافدة هديتا هربرنتا هولوكا هديتا محنكرا داو دقاتيرتا هديتا انا تنك ان شاء الله دينا اول با نحاوش او كوباد او انفرنا انا وحكا قادم لو او نوغم يجم سيوه دينا هولوكا وهربرنتا هولوكا ان شاء الله بالم الله وكريم هذا أصلاً نقدر نحاي هونك كجلان كلام تي كجلان نبتقليه ده ينفع فدا يوحنا ده ما بحصل دنيا وحدي كرنا هونك وأغل كتير كسي أغل كتير لأني منه مركا كتير وقطه وأغل كتير بحاتك وقطه كل سؤال شيء كتير بحاتك وأغل وقطه غفل بودري مكره وحوي أنا كفى إذا سنة يهرتا جالس كجلبتي aan ku helay idaacad ee TV-ga waxaan baaq u jeedinayaa nabadgelyo oo codsile oo maxay ku raahdaa xishmad leh dhammaan gobolka Galgaduud dadka ku dhaqan ee ku nool waxii roobadka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala markuu mandarka siiyo waxay aado u leeyeen balleeda iyo meelaha biyo galaan iyo mandarka meelaha isugu yimaadaan oo roobku u batay isugu yimaadaan inay isku laayaan waxaan u soo jeedinaynaa in ay roobka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiyay iyo biyaha Allaah subxaanahu wa ta'ala uu leeyahay si walaalkanimo leh oo xishmo leh inay ku wada daaqaan inay ku wada cabaan baaq ahaan u jeedinaynaa waxay aaliyeysteen dhacdada badan oo gobolka Galgaduud ka dhacday roobka xilli roobaadka inay isku laayaan daaqa iyo biyaha waxaan uga digaynaa anagoo ah gobolka maxaan ku raadahay haweenka galabtay halkaan chaaniska ka helay dadweynaha fadhiya waxaan leenahay walaalayaal ilaahay mandarkayga siiyay ka xishooda oo Allaah subxaanahu wa ta'ala u soo noqdo oo abaartii iyo kulaylkii iyo dhibaatooyinka iyo haariyadii idin ka bixiyay Allaahas inta aad daan naga iyo roobka iyo ramnimada Allaah idin siiyay walaalayaal si nabadgelyo ku cunaa oo ku daaqa nadaafada markii la soo noqdo waxaan dhihi karaa nadaafada gabdhaha sheekh Ali ahay ku leeyihiin nin walba gurigu ka soo toosa oo wax ah waa aragtiyo nadaafadu wax la isweydiiyo ma hanow ka muuqataa haday guriyuhu tahay haday ilmihu tahay haday ay maxan ku raaday nadaafada qaybta ay ku leeyeen haweenku waa shay muuqda oo nin kasta oo meel maraya iyo cun kasta meel maraya ee deesan bay ka muuqataa nadaafada haweenku waxaan ku wacyigelinaynaa nadaafadu in ay tahay nolosha koowaad haday diiniyan tahay diintana waxa weeye nadaafadu waa qodobka koowaad baab la mihi karaa sababta tahay waqtiga shanta salaadood marka qofku tukanayo islaamka mar walba inuu cadayda laga raba shanta salaadoodba inuu cadayda laga raba waxaad ka arkaysaa diinteenu inay nadaafad tahay maadaama aan dad islaaman nahay nadaafadu waa diinteenu waa qodobka u weyn oo ugu muhiimsan oo firdhaxaadka u ah qofka islaamkaahi haddii nadaafad laga waayo islaamnimadiisa naaqus noqonaysa marka waxaan leenahay waxaan ku baraarujinaynaa in dadku ogaadaan horta nadaafadu shay diiniyan ah ee waajib aynay tahay oo gaar ahaan deegaanka maartay markaas aad u sameeyseen maamulka inta garseen xukumeen sida aad u ogtahay baa maamulkana waa maamul dimuqraati ah hadda xil dibaanada markii laga soo qaado dawladda aad bay ugu dhex jiraan gabdhuhu oo uga dhisan yihiin 10 gabdhood oo xil dibaana iyo maxaa ku raadaa 5 gabdhood oo wasiirra iyo waxay ku leeyihiin iyo wasiir ku xigeen iyo wasiir markii la isku daro kaalin weyn bay ka leeyihiin daladaha ka jira meeshan oo gobolka ka jira aad bay ula shaqeeyaan aad bayna ula xiriiraan iyo in the future-ka waxa wax loo qaban doono in maxaa ku raaday waana u akhriyay oo markastoo u imaadno waa tusna waana ma aragtay inaan ka caawin doono haddii Allaah idmo kana caawinaba haday tahay dhaqaalaha iyo haday tahay caafimaadka iyo haday tahay wacyigelintaba insha Allah bin Allahu kariim sidoo kale waxaa ka mid ah haweenka maanta halkaanu aanu maartay kula kulanay markaasna barnaamijka qayb qaadashayna Raaxo Maxamed Faarax oo ayadana ka mid ah ururka Mahad Allah isla markaana ka mid ah dalada Iftiin waa 11 ka urur ee ku nidoobay dalada Iftiin
راحوا كشروا برامجك وان مغلسي عذر يو دلدة قدامي هذي نورو شلو كله دارات وحقك هالين حاك بدلسة مركي مارتي الفيريو والرحان مثليسي ذنكو دلدة كمدوبي فكر الان تلقى يثقبتاه دورك هون كنا بدأ يقول ليهين إذا كان هذا مركزي وقوي بالجدود كان عندك مدى عوضة حاجة نوضة إيه هرمركة إذا كانك بسم الله الرحمن الرحيم وحنا نرتع المد إلنا إلى هذا ما دسكله ما إنت كذب وحنا المد إلنا يا تي في يونيفرسال وحنا هرتع هوايكو وحنا كل يومين دورك نوضة كل يومين أما نوشا كل يومين ما أنت من الإسويدين هيا معهم أنا أتكلم عن أنت أسمحين وتدب وجه الله وحن كنا قلنا سواش هذه هراء هاي دلاد إفتن محيك قبته ده ونبي محي ستة شقراء قبته ونهار تدلاد إفتن وحي قبته وشقوه من بدن محي توحى كم ده وعي جلناها هدي عطاي نبضينك هدي عطاي محي عطاي نبض جورك هدي عطاي جوجينك جنينك فرعونك محي عطاي كارتج إتش أي فيه يا دمان وحيالها دوينها وحده بيا وحيالها سيد دلا دوست محك قرطه حيو بنصارته مركان انت كسو جبده وحنا نسوي مقنا وشيء دوا بيا هيد محاد كده دلا يس ما يطف كاي قبلها سقران ونبضة يوم هواين كوي كقرطان أنا كوي قلب دوا أنا كوي دلا أنا كوي ما أنت سوامالية وحنا هرت نبضة سوامالية ما أنت الحمد لله إلهي بام هذا سكله وحنا نوران كراهي هان نبضة ما أنت سوامالية كوفة دوا وحصل وحوينك دليش يا ابن الحيط هاي صومالي لبعتي ذا كشرته هوانكو أيهو لما قايف سبان رجع وحي انت أيهو اسكو في أغانيين وإنه يقف صومالي أما قف كرتو الإسلام لبعتيان أما وحان حانت وحكا قبنا وحان دب وغن قمنا رياركنا وحي سي كرتو يبربارين تقوبتك وحان كلا وحكا قبنا سيدا يبقالك وتوشين هاين أما وقوب كستا يا جاروا يبقوا دب أي شرتو ومال كسلك شرتو لا تجنا محيطنا وعي جلنا كلاط لنا هنا يدبعتوا تشوشيان كلاط لنا هنا يهر مرسم أيام أي قاب كي كتشان أي كوب الدران قاب محيط مذاه وذل كليار مرمي ويدبك واحد دبعتا ومحيطنا يتعنوا أنا ندر قادمين وأنا رندار كفير سمين ما علي البيل هاي بشيء والكوري ولكن سيدي مركل لا تنجح ما لا يعني ان دربي اللي يقدر ولا يحلى ذحن هذا يعني كل رالنا كمان انت كرام كمان وانا اسكحي صارنا الى ان يقول لي بدا لا بعض وحان حيث الصومالي وحان دري ملك ستوي شوكته ما سيتش كان دريا يعني وحي قفك بالعالم كاي مركو هاي قفته اما المال وحكا قبانيه وحي لو باهي انه محي تانسك كسوى بحي قيميه صومالي كوبي لا بعطيه سنة سنة كان بيلا تنبكوا يا رامي ملاين يا أي واحد كتير مني لجروه لجوره هنطلع بقى هنطلع بالبريه نلا ذلك وقفت عن نار مدي هراي دبعتيان وحنا نبقى يا هرت دبعتيان كل سنة ينام كي مسؤول يبيه يا كي إصبار تاعن يا كي درب تاعن أي كم دوين أنا إسكدا يان أنا وادي أنا هواين كم حاجة تو وقولي قل قلوا دلا بإفتن وما دو قارن إن ما نودو قارن دونه وحيارة دلا بارن كقرني هذا نهدي ولا يموحان رجينا إن شاء الله وقت الصوص وينا نسبدله أنت كواين سمين. أوكي أبغى ما سنتهاي أنا شو وقت قدومي هذا لا بإفتن إسمعوا كنا كل يوم كورر كل يوم دمرع إن محبو إن يوسف شامع إن محبو والنغليسي إن برامج كمان صوتها إن وحنا ما ينقوم كفرنا نتاي هواينك أما دلدين إفتن كل يوم كورر حرير إنتي اللي جاي ذكر الحياة دولة فرارك من جركة الصومالية إمام برضه كتير تجانك حرير من الذين حرمة كل الذين إلا أن دلدين لما دام دلد تعوين أي تهاي حل بلان أساسي إسلام كان دلد كلي أكن حموقتة دقبلا عور حاجة حقبتك هي من دم الملك اللي جاهدو أي تهاي بسم الله الرحمن الرحيم ما هذا أنا قد دولة كم الجركة حنا وين بان كل هاي حرير وين بان كل هاي وأنا ورا شقينا dalad aan markii la aasaasay waxa weeyaan dawladda ku meel gaarka ah meeshii xaruntii koowaad oo ka howlgalay oo inaannu maxaan ku iraahdaa aan wax ku darsano go'aamada aan qoranay waxa u horeeyay markay sanadku ahaa bishii markay sanadkii 2012 bishii 10 koob iyo 10 keedii yaan waxaan sameeyay xiriir
احنا الله حرمي دوردكم الجاركة فدرالكم وين اقبلين وين نسول وين وحان نوصميين اقونسي وحان اقابلنا الشهادة اقونسي او وين حلو وين نوان كلين هاي وحان اقاقب قلا مركز تقوشي الكتيرنا وحان اقاقب قلا بطا حريرك مركا شهادة اسانسيين يا اقونسي قاس او اينك دولة دي كده حيام حوية انا غي دولة وحان اقاقب حيية قبلو دولة وحي كليين حمنا ووين قبلو السيرة كليين هذا مرك أنكوش أو كله. ما كان هقول وسيرة دولة كتر صنبع واحد كم تهدلا ضيفتي. ها وسيرة دولة كتر صن ودولة دولة ضيفتنا وكم تهاي صوبت أوعة وسيرة وسيرة كحجان كذا قبلها حرير. وسيرة ده. يا. وسيرة وي. وسيرة قبلها وي. أنا وحرير بانو لا نهاي قبلها قبل وسيرة قرن ك دولة قشة. طلبت الأولاد بأن هاي هدارون هو غيو قل قديد أقونسوين وانا كلين هاي شهادة انا كلين هاي وانا لك أقونسين هاي طلبت إفتن سؤالة هدى ويدين اسمها حسن دينيو نيد مرهر انا سوي دي سوي مركع عاوي واحد اقاها كشبتها تيفيقة كشبتها إن دولدكم الجاركة وطلبت إفتن أقونسوين اي كلين هاي بطاهي يعني شركة المعدشو هدى كناعية نلقوا مقابلين يدوان ونلقوها بيارنا صوماليا دلوقتي إنه مكاس من ده فقط جلسة. وفقط جلسة وين كعس من تاي تضبح ابنات أو دلوقتي كم ده كعس من هدي له هيدنا. وطهي نورو مركان أصل الله والله أيام وحاء كم تهاي دلوقتي إفتم إيش مركان وحاء كم تهاي أوركا من نمو نورو أوركا من نمو ما دام مرتي قدامي أوركا كرامة كم تهاي إيش مركان دلوقتي إفتم أي تهاي عليك كم وراحان مركل في ريما والله بونتلاند يسوماليلاند بحرير ملليه بسم الله الرحمن الرحيم حرير بالله هاي حدا واحد صوب كل صوب قلي ألو شو بان صوب قلي شركة صنوع حق صوب قلي وهذا بقرت شركة صنوع هذا كذا صوب قلي قلي وحنا كل كل تقريبا سوماليات وسديت لي كل قفة سديت كاس يكون قلاص في حال وديني أما رأيي جنوات كحياة هاي سوماليا مستقبل كسوماليا دوت بان قصوا قلي اللي بين في عبان قصوا هيني haddana ka soo wada noqono gobol walba oo Soomaaliyeed iyo dad walba Soomaaliyeed shirban ku wada qaadanay waxaana faa'iido ah oo nasiib wanaagsan ah in dadka Soomaaliyeed ee isugu geeyo ay ku shiraan meel oo ra'yi raagan oo maskax fiican oo fudud ay ka soo baxdo marka sidaas ay ku shiray fasanuro maadaama Uganda hadda ka soo gashay waxaan u maleynayaa in hadda maalin la maalmo joogto oo arkay inaan ka timid Uganda waxa madalada marka iftin ba Uganda looga yeeray مسه إن هؤلاء أهان أو هم كسرات إفتن مثل إسرائيل وشركة قبل مسه شر جوني أودين في يوغان ذلك الحيوها. بسم الله الرحمن الرحيم أروح حانها وأن كنت في مكة أنت جاي حين وحانها قدامك أنت قبل كذا الجديد كل مدب هيران أيام حانها قبلها وضوك قبلها أي روحها قدامك حين ساس أول بشركة واقع قبل. هذا شركة مركب حق صباحي أو حين أهان een dalada aan maxaad oo keento marka sanadkiisa waxaan u keenay dalada ama dadka iyo deegaanka ku tagay oo uga keenay in libi fiican oo aad iyo aad waxtar u ah kana u doonay deegaankeena deegaankeena ah xuquuqdiisa inaan soo dhicin aan anagu badan oo ku jirna gobolada dhexe ayaan ka doonay waxaan uga doonay in aan anagu u baahanahay xuquuqda aan leenahay aan la siiyo oo aan la xaqiri ay hay'adda dowladda ah ee USA baahan هذا صحيح نبلا قادئين وحنا قبنسو سأقول أخسيها بطل فطعي إن أرهنا هنا مدنية ذا مركنا سوكم وشاشو دميسي إن مكا هذا الشيء أو ديقانا واحد ماكا طبعا إن ميجي هلين أما واحد برشد عمو هر مركا إن أول بها أهات وحو حقبوا ولا تعاون كروا بلا قادئة ما يدي سمعي سمعي أنا قد سمعي ولم وحي في هذه الهيين هو دميشي لبكي هايستا أنا ما شو قاد ولي تو أبو كهوي أنا ولا تخيل كارين تيجي بانك هذا لا كارين تيجي وأنا جاي أخبر وأنا جاي يلين. طيب شو بقول أنا ما بدي أمشي لقبل قبل زي كشرنا إحنا مركز أنا ما أنت أنا خوك هذا ليك إني دولة أنا قسمي إني أنا مركز أنا كذا دولة إني أرمى هور مركز ديجان كوه جدود دمر كوه الكل يهين ما بدأ أول سنة حرامة وسمان سنترا السير فين كملها وأنا كوكس الله تعالى حلوة أدر أنا دوب أسوق كوبي ما ممكن سمان سنترا السير هم مركز أنا قصو كأنه ومن صومالية هدنا هدومر كصومالية ذاك أتكمي تاي دور انت اللي اياد انت اتشوكتي اذيقو مركز يقوها ذايا مقاعها وينك صومالية
ولا شقين انت لا قاعد ذكر دحيسه قال دحيسه عليه دابا دايفتين دولك من غير كاه سنت سيد هان حرير من لينين ما هي تها مركه دورك او مهم سنه ديغانك مركاسي وحلا تاون كره وين هان كقوتين ان بسم الله وحن كتبا ان سؤال او هرسي وحا وي ان بلد افتين حرير من لدهن بلد افتين حرير بان لين هي وانا ودا شقينا يا دمرك كلا دمرك كوما دما افتين او ودوكت ديغانك دمرك ودا بري لكن بلد حرير بان لين هي وانا ودا شقينا ومحن كرهداي ان ayaguna wixii ay shaqo looga baahdaan waan kala qabanaa ayaguna anaguna waan la qabanaa xiriir wanaagsan baan leenahay aad baan uga shaqeynaa dawladda ku meel gaarka markaan u soo noqdo dawladda ku meel gaarka waa xiriir waan la leenahay hadda shirka u dambeeyay oo maxan ku raaday London madaxweynaha Somali Central State iyo madaxweynaha Sheikh Sharif shirka arrimaha gudaha oo dawladda MSG da iyo kulligoodu waa TFG-da waa isku wada arkeen haddana insha Allah madaxweynaha iyo waqti badan baa imaanaya Muqdisho soo marahay halkaan u soo socda marka u horeysay inay Muqdisho ka degan baa insha Allah la jecel yahay haddana way balanseen way imaanayaan halkaas ay ku soo ballameen xiriir wanaagsan iyo kulli internetyada waa ka aragtay baan malaynayaa madaxweynaha Somali Central State iyo madaxweynaha Sheikh Sharif oo shirka waqtiga ay wada shirayeen miiska wada fadhiya internetyada wasaaradood ka arkaan malaynaya marka xiriir wanaagsan baan leenahay wada shaqeyn wanaagsan baan leenahay insha Allah waxaan ma santa waxaan ma ka malaynaya raaxo raaxo waxa ay ka mid tahay ururka mahad Allah hadana dalada ku midowday iftin raaxo markii aanu soo laabano dhinaca ururkina mahad Allah iyo dalada iftin oo ku hadlayna weeyeeda hawlaha iminka socda deegaanada waad aragtaa waxaa lagu hayaa hadda shir baa la qabanayaa magaalada maamul baa la sameynayaa sunni waxay ku shariyaan qura'aan waxay sameynayaan maamul goboleed haddana waxaa leeyahay qura'aan shirkada waxaa looga hadlayaa arrimaha xabar ee dastuurka mar waxaa la leeyahay magacyo kale qaadanayaan oo Somali Central State baa rabaan laga dhigo waxyaabo badan baa deegaanka dhexmaraya oo markaa siyaasada ka jira haddana xagga siyaasada soo laabano ururkiina marka arrimahaas maxaa kala socotaan ma ka warqabtaa maadaama deegaankii nabadgelyadii وأي جلنتي وبرشري عفواً أنت وكش غير ناتر هذين بهولها كور بسم الله هرتها بلدها إفتن ما هو البوا مبارك كتير كور قطع إن عن كور قطنا لو كوكس بنا صار كوا شقر وروح مستغني له ما مرة السماين يا سمي محمد تيكو سماين يا مرة أنا ودني يا غرقة كسماين يا وحيلت أنا قف والبا أسرع كتل يا بربيسه iftin waxay ogtahay in cawaaq iyo maxay tahay qoyga galgaduudeed intii ah taladeeda u taalo inta cawaaq degan oo joogta iskana leh maxay tahay dhalashadeeda iyo munaanteeda wixii kale oo maxay tahay shir qabsanayana qof walba haddii inuu shir meesha uu isagu degan yahay ku qabsado way qartaa sababtoo ah waxa laga soo bilaabaa base-ka hoose laga soo dhisaa wax walba la sameynayo haddii ay nabad sameynayaan mid loo baahan yahay waa ku garab taaganahay waana ku taageerayna qof walba base-kiisa markuu soo dhiso gurigiisa soo hagaajiyo waa sidoo imaan karnaa meel dhexe nabadana anagu mar walba u taaganahay waana ku taageersanaa cidii nabad sameynaysa waa tahay aad u mahadsan tahay barnaamijkooda gabagaba ah waxaan ku soo gabagabeynayaa markan dheeraad xaashoor dheeraad maxaad ugu baaqaysaa marka dadka ku dhageysanaya ama maanta fursada ka faa'iideysanaya anoo adiga kugu bilaabaya markaan gabdhaha kala mari doono guud ahaan inta ku dhageysanaysa guud ahaan inta maratay ugu dambeyntii waftabaa dheeraad xashi maxaad ugu baaqaysaa dadka ku dhageysanaya dhal iyo dabad adoo ku hadlaya magaca dalada iftin haddana markaas ururka ka socoto xiswaaq bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed oo ku nool dalka gudihiisa iyo dibadiisaba rag iyo dumar odayaal dhalinyaro aqoonyahan culimo aw diin waxaan ugu baaqayaa in ay u adeegaan nabadda inay u adeegaan nabadda waayo waxaa la yiri nabadi waa nolol waxaan ugu baaqayaa gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan inay u istaagaan nabadda
قبر البيول في قصية يأضيها يولع كاد يأنتي قلوا إن أي كوعي جلسوسي وقرب قلوا يرها قلب كان أقعدها وانا طنيها أيس يملش يملسي ملشي سفيو شركة أيان قبعة يا رمى الريال وقرب ليا قال إن كقاطع أيه مكتلية قرب وحبنا هذا شيء ما بدي أرسل دلاد ما هالكريه وحالها عليا وقبلها ملك السوء يشوفان دل يدبد وحن سلامنا سلام كسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بان الله إن ولا عليا لو سود وهذا ولا عليا لو نبض السود ويا وحن كسود ويني نور حسن علي بسم الله الرحمن الرحيم وحن كأصلنا قبلها وما يكليه ما هم قبضه وحنونا هي مزير لكن قبضها الديغان كوردان وحنوش لغينا اما قبضها سواما لو ملكي سيئتشوغان اني نمده الجاميان نمده فروق نقضان وضان اسن كاعجسين سيدة الددكة يدالكو يلموه وضبقو دقيان واني ددكة دباتوه هاي ستو يدغالكا يجزد سواما ليا دبات ليراتو كهرويدي واني انا قتل معايا هودا وانا نمده اوضاغنا وانا نعلم العقاد قادنا وانا مريها قادنا وانا نشئ بكتشر لبكت عندنا شوشي روغك لإلمو وانا نفرسن لما كان دباتوه يمشاكل كوي انا فرنا لجليا دباتو داسو مقام مغنا ميكا يجي ورالكا يهو يبي يو اهلكا يهو براكا دباتوه مشكلد وحانو لنا dibaato waan haysataa tu kale inay ilaahu naga jeebaan oo tan ilaahu naga qabojiyo wuxuu sharashay toona ilaahu naga duu ataa ray in bismillaahir rahmaan rahiim gabdhaha Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxaan ka sinnahay dibaato dibaatada aan ka sinnahay waxa weeyaan walaalayaal rag in Soomaaliyeed waxa ku maamada dambas هي دمبس كلل كيسان كي أركا كل حدا يه دمبس كلل كيسلار دوا كلل كيسلار دمبس كيسلار من الله حدا ولا ليالو قبلها سومالي وحن ليه دبك كلل كيس إنجا إنجا عرقني وحن كو عرقني ملك إنجا ولا علي إنجا كرني إنجا دلي إنجا مجني إنجا محن كرادي دب عمرني مركي أي محن كرادي دب كار عرقتين يا كحد ودين يا جاتي ودين يا رفات كاد ودين يا سلطان أنت ودين أنكو دلي وكو كرني oo ku dardaarmay maalintii aan ku nisan lahayn in maxan ku raahday reer bal iska ilaandaan oo qor qorga garabka u gelino oo amniilkii oo noona saqeerin oo aqara inuu iimaaneen adduunkana inaan ku marafaad samayn gabdhaha Soomaaliyeed oo dhibaatadaas inagoo dhanbayna haysata baaq waxaan u jeedinayaa gabdhaha Soomaaliyeed wiilashii ayaga dhalay gabadha walba wiilkeeda inay qabsato gabadha walba wiilkeeda inay ceshato war wiilka rakiis kuma inaan dhalin rakiis wiilkaan ku bixinayna gabdhaha Soomaaliyeed waan iska dayno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismillah anigu maxaa taa aragti ahaan baaqa gabdhaha ay jireen midka bedelan baan qabaa midka ka bedelan wuxuu yahay gabdhuhu wax ma dilaan waxay hagaajiyaan waxa wax dila oo waxa looya oo wax qariba waxa weey nimanka nimanka waxaan leeyahay haddii dad islaan oo Soomaalinimo ku jirtaa tahiin dhiigga Soomaaliya iyo dadkii Soomaaliyeed dhiiggoodi waad ka daal weydeen ilaa ay ka baxdo dhiigga ka daala oo ka xishooda nagu leenaa dadkiina nolosheeda yaalahoodiyo dhiiggooda badbaadiya waxaa dhibaata ah oo wax laga xishoodaa oo wax laga yaxyaxa ah in maalin walba baraka adinku aad samaysaan oo ragga Soomaaliyeed ay sameeyaan oo ay dadkoodii laayaan in maxay ahayto dad jinsiyad iyo maxay ahayto mustaqbal iyo wax walba ay ayagu ka koreeyaan inay ishoos dhigaan oo maxay ahayto marka hadda filimada aad aragto lala xiranayo silig saa siliga ay silig maxay ahayto shinidii loo dhigi jiray weelasha ay malabka ku samaynaysa shabaqa ay ku shiraan ku dhegdhegaan wiilashayadii iyo ilmahayadii iyo dadkii Soomaaliyeed
وواحد جارع على لارك وواحد كقال سنة على لارك ضعفين أتكلم كتاب منك سوى ماله ومنك كمثل ورلاي كبقة ورلاي كحشرة وهدي على مجد أول من بالعتبة يدك ما يشحن وأظهر سيرسان ومعنوا البلدين كدك ويقول أنا يان ويقول بابا يان ولا بلا يطلع أنا وذان قبل معي وسوق تفينا لا يد يردان يان وحشار وديق داي وربحت له داي وضبط كذا دين سارة قحين إنسان داي ما عليه ولد طال الإنسان طبعا لأن أنت أصلا يا رب على وقح أنت أصلا يا سو جار محي تجرجر بدله أنا تكون وقتان بدون إنسان بيقول برنا على الإنسان برنا على وشك بحسانه دار يا ربنا بستان ترى ثري عقل يا باريس إن شاء الله وين كل من دون ميق سو ما يد وعثمان الإنسان من أقل داي هذا داي وإذا ميق يا غير دونتان وبلال توفيق أبي أنا ما سنت هاي راحوا محمد فرح أو بلده ما هذا الله كم ده أنت أنا نقص يا جبل بلده إفتن أوركم هذا الله أنت أنا نقص يا جبل جبل ما برهنش كنا دولا جا ومان تي أي مرسين لجو أهين أصل حمد وكم الآن بلده إفتن إسلام كان أو قوي تمن أورف وكم ده بلده سي يسوع كلا يسوع كلا عذر يسوع كلا عذر شام حيانة وكم ده ما نقص ما رسن ترى إسلام كان كم ده هين هون كذا غرامي برهنش كنا دولا جا وحنا كذا ما قلنا يا محب يوسف جامع عبر جامع حرمي نورو حسن عون راحو محمد فارح يسيو كلا دارا الحاشمور ودماتو مركز كمدا اركوينك اكتر وقوي بالقوي قرهان بلاد ايرتن برامش كو حسوق وغاوي اسواك على يلاق القاطي سعيبا بغدا سلا مركز كمدا بلاد ايرتن يسيو كلا حلوك العيوب المهيمة وهان كان حاضر كوا دماتو هاي لكي قلتك انا ما حسن ديني برامش كي يحريني اسكسد برمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.